ازيكم يا صايمين؟ عاملين ايه؟ هنعمل اول وصفه دلوقتي، الورق العنب. ورق العنب ده حاجه كده يا جماعه مهمه، يعني حتى لو كنت لسه واكلاه مثلا لازم كده تلاقيه في اول كام يوم في رمضان على السفره. فهنعمل خلطه المحشي، محشي ورق العنب. هقول لكم الخلطه اللي انا بحبها وبعملها بنبسط منها جدا وبعملها بقالي سنين، واي حد ياكل المحشي بتاعي يقول لي ده خطير، تمام؟ ومعايا شويه كوارع، طبعا بتتسلق. هقول لكم وانا بلف ورق العنب بنعملها ازاي الكوارع عشان تطلع معاكي سكر كده ملهاش حل، تمام؟ تعالوا نشرح الاول مقادير المحشي. بصوا انا معايا رز، الرز المصري بتاعنا مثلا هنقول 3 كوبايات او حاجه حسب بقى انت عندك عدد الاسره قد ايه. وطبعا يا جماعه بلاش افترا، اعملوا حاجات تخلص في نفس اليوم، بلاش افترا وحاجات بتبات وحاجات مش عارفه ايه والكلام ده كله. فانا هنقول مثلا 2 كوبايات الرز المصري اللي معانا دول. معايا بقى ايه منهم؟ معايا شبت، معايا كزبره، معايا بقدونس. هاخد كده ايه نص ربطه من كل حاجه فيهم على 2 كوبايات الرز. هنكتر الرز عن كده، يبقى هنستخدم ربطه كامله من كل حاجه من الخضره، شبت، بقدونس، كزبره، تمام. معايا بصلايه نيه اهو، معايا برضو من التوابل نيه يعني متقطعه صغير. معايا بقى كمون، كزبره، 7 بهارات دول اساسي. وبحتاج كمان رشه شطه وزيت، المحشي يحب الزيت. ممكن كمان لو عايزين تحطوا حته سمنه، بس انا بصراحه ما بحطش سمنه في المحشي، بحط كميه زيت محترمه تغلف كل الرز بتاع المحشي عشان تدينا نتيجه كده عبقريه. يعني هقول لكم برده واحنا بنعمله. ومعانا معجون صلصه طماطم مع طماطم مضروبه في الخلاط، وده بتبقى الخلطه اللي بتبقى على البارد. لو عايزه تشوحي بصلايه على النار وتحطي فيها الطماطم المضروبه في الخلاط وملح وفلفل وتسيبيها كده ايه تتسبك وتتقل، دي برده بتبقى ظريفه جدا. بس لازم بعد كده بتحطي مثلا نص برطمان ولا حاجه من معجون صلصه الطماطم، لان المحشي لما بيبقى لونه احمر بيبقى تحفه، فلازم الصلصه ولازم الزيت، تمام. بس كده انا هطلع بوله هنا كده محترمه عشان احط فيها كل الكلام ده. بس انا مش هعمل صلصه الطماطم اللي في على النار، هعملها كله على البارد. حطيت الرز، هنحط الشبت والكزبره والبقدونس كده، ملح وفلفل، ملح وفلفل، رشه شطه كده خفيفه، والتوابل اللي انا قلت لكم عليها كمون وكزبره و7 بهارات. في ناس بتقول لا ما بنحبش نحط كمون مع المحشي، لا يا جماعه لازم تحطوا كمون، ده بيبقى خطير، ومعلقه صغيره بتبقى تحفه. ومعانا بصلايه نيه بتقطعها صغير، تمام. وهفرك الكلام ده كده كله مع بعضه، بصوا اهو الريحه خطيره، ياه اللهم اني صايمه. اهو بصوا الفركه اللي انا فركتها دي. وبعد كده معانا الطماطم المضروبه في الخلاط وعليها معجون صلصه طماطم. ليه بقى؟ علشان تبقى تقيله وقوامها كده ايه محترم، تمام. اهو كده انا عايزه اشوف سباتيولا تانية غير دي، تعالي انت اهو. بس كده ممكن نحط كمان، وهقلب واشوف انا هحتاج احط تاني ولا لا. اهو وزي ما قلت لكم بقى هنحط كميه زيت دلوقتي، يعني 2 كوبايات الرز دول ممكن احط عليهم 1/2 كوبايه زيت. شايفين قوام المحشي عامل ازاي؟ شايفين صلصه الطماطم فيه عامله ازاي؟ مخليها طري ازاي؟ واخدين بالكم؟ مش يبقى ناشف وما فيهوش صلصه كويس، لا لازم تحطي صلصه وزيت. الزيت ده بقى اللي يطلع لك الرز بتاع المحشي مفلفل. انا بحب قوي المحشي تبقى الرز مفلفل فيه، ما يبقاش معجن كده، لا خلوا بالكم برضو من التركه دي. اهو هي دي احلى خلطه محشي اهو، وعلى البارد وسهل جدا، ما فيهوش ابدا اي حاجه. هعمل ايه بقى؟ استنوا كده افضي مكان، نجيب بقى ورق العنب الظريف ده هوريكوا، نلفه كده لفه في السريع. خد لنا كده ورقه حلوه. لو بتجيبي ورق العنب في برطمانات هو كده كده بيبقى طري، بس يفضل كده تديله يعني ايه اسمها ايه تغميسه كده في ميه سخنه وتطلعيه على طول، علشان بس ايه
اي بواقي من ميه الحفظ اللي كانت موجوده في ورق العنب تتشال. تمام، بنحشي ورق العنب على الحته الخشنه اهو. بصوا، في ناس بقى تفضل ايه ترص كده الورق قدامها وتحشيه وتلفه، انا بصراحه على ايدي بيبقى اسهل، بس انا عشان عايزاكم تشوفوا الكاميرا تجيب هحطه هنا اهو كده كده اهو. ونحط بقى ايه شويه من الخلطه، بنحشي على الورقه الخشنه يا شباب، خلوا بالكم. البنات الصغيرين، انا بقعد اعلم العيال ولادي وفي الاخر تيجي تسالني ماما هو انت قلتي لي الفه؟ لا حول الله يا رب، اقعد اقول يا دي النيله، ما انا لسه شرح اهو. بصوا، ولازم تتكي عليه كده حلو علشان ورقه العنب ما تفكش منك وتبقى ملفوفه لفه محترمه اهو. بصوا اهو، وكميه الزيت اللي في الحشوه بتدي لمعه للصباع وتخليه كمان متثبت عليه كويس، لكن لو ما فيش كميه زيت محترمه في الخلطه هتلاقيها ناشفه معاكي الورقه. سوري يا استاذه سمر، ايه رايك في صباع المحشي ده؟ خطير صح؟ ونعمل بقى كل لفائف الظريفه بتاعت محشي ورق العنب. وانا معايا طبق هنا ظريف، بنسويها بقى ازاي؟ بترصيها، هقول لكم بقى يعني ازاي تسوي ورق العنب مظبوط وما توجعوش دماغكم. بتجيبي الحله وتحطي فيها من تحت شرايح من البصل وشرايح من الطماطم، حلو الكلام؟ وبعد كده ترصي ورق العنب بالطريقه اللي انت عايزاها، بس ارجوكوا بلاش تلزقوا المحشي قوي قوي جنب بعض عشان تديله فرصه كده ايه ان هو يستوي براحته من غير ما يطلع لك حبه مستويين وحبه لا. بعد ما بترصي رصتك بتاعت ورق العنب بتجيبي بقى شوربه، احنا النهارده معانا شوربه كوارع، عندك بقى شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه اي حاجه. وبنحط الشوربه على المحشي بالكبشه كده بالراحه، تمام، من قبل ما نحط اي حاجه خالص لغايه ما تغطي المحشي، مش تغطيه، قبل ما تغطيه بشويه صغيرين. ونفرد شرايح من الليمون، تمام، وتحطي طبق وتقفلي الحله بتاعت المحشي وتسيبيها على النار، على نار عاليه لمده 10 دقائق، وبعد كده تهدي النار لمده 10 دقائق كمان ويبقى المحشي خلص واستوى. وما تفتحيش عليه على طول، تخلي بالك تسيبيه عشان لما بيتاكسد من الهواء بيغمق. انا قلت لكم كده كل الحاجات. بعد ما المحشي بقى استوى اهو، هعمل ايه بقى؟ هعمل طاجن كده ظريف بيبقى موجود في المطاعم وعامل قلق وحلو جدا، كوارع مع ورق العنب. فانا معايا هنا الطاسه الحلوه دي، هنحط فيها زيت وسمنه، معلقتين كده من الزيت. هو انا رغايه ولا حاجه يا استاذه سمر؟ رغايه؟ والله بتكلم كتير صح، بس عايزه اشرح لكم الحاجه. حته سمنه مع الزيت ومعاه توم، تمام، فصين كده من التوم. يا سلام الطشه الظريفه دي اهو، اول ما اشم ريحه التوم هنزل على طول بمعجون صلصه طماطم كده بالشكل ده، ومعايا كوارع، كوارع مخليه. وانا بقلب الكوارع المخليه دي عشان هي بردت، بس معلش، وانا بقلب الكوارع هقول لكم بسلقها ازاي. انت بتجيبي كارع، الكوارع دي بتتباع بالكارع، تمام، ميه سخنه على النار فيها معلقه كبيره من الخل، وتنزلي بالكوارع وتسيبيها تغلي لمده مثلا 10 دقائق. بعد كده تطلعي الكوارع الحلوه دي من الميه اللي انت سلقتيها فيها وتديها شطفه تحت الحنفيه، وتكوني محضره بقى حله ثانيه بميه ثانيه بتغلي فيها بصل، حبهان، ورق لورا، تمام، وتنزلي بقى ايه بالكوارع بعد ما شطفتيها من ميه الحنفيه، فاهمين قصدي؟ بس، وتسيبيها بقى تستوي في الحله البريستو المضغوطه. الكوارع بتاخد لها ساعتين، في الحله العاديه ممكن تاخد معاكي 4 ساعات او 3 ساعات وشويه، وتستوي الكوارع وهتلاقيها بعد كده بقى تخليها بمنتهى السهوله وتعملي اللي انا عملته ده، وتقومي بقى جايبه ورق العنب المستوي بعد ما شوحنا الكوارع اهو، ونقلب كده ورق العنب مع الكوارع، ممكن نحط له شويه شوربه، شوربه كوارع برضو كده،
ممكن بقى عايزه تحطي مثلا فلفل حامي، رشه شطه، اي حاجه من الكلام ده. ممكن تحطيه في طاجن وتدخليه الفرن او تقدميه في طاجن. بصوا يا جماعه بيطلع خطير. انا ممكن ايه بقى، انا عندي هنا الطبق الحلو ده علشان اوريكم. يلا بينا احطه في الطبق اللي معايا ده اهو. نفرد كده الكوارع مع ورق العنب. حاضر يا استاذه سمر. اهو يا استاذه سمر دراعي واحد صايم مش قادر. اه يا عيني عليا وعلى اللي جرالي. كوارع بورق العنب، يا لذاذه يا لذاذه لذاذه. بس انا اللي صلصه طرطشت عليا كمان اصابه عمل. بس معلش ورق العنب برضو الواحد يتحمل يتحمل. خطير وريحته تجنن. جربوه، عايزين تحطوه في طاجن زي ما احنا عملنا هنا، تدخليه الفرن ياخد له وش كده لذيذ، هيبقى حلو قوي. عايزه تقدميه في طبق كده وكل واحد بقى ياخد الكوارع وورق العنب براحتكم وبالهنا والشفا. هلم اشياء ايه بقى دي كلها ونرجع بقى معانا يعني الحاجه الخطيره، الجبنه بريما، جبنه التشيز كيك الخطيره، احسن جبنه في مصر. انا مجرباها يا جماعه وبقول لكم بجد خدوا مني واتكلوا على الله، مفيش حاجه. وما تنسوش الخصم بتاع طلبات، ها الحقوا بسرعه، انزليه بسرعه اهو، نزلوه بسرعه. خصم 200 جنيه كل 100 جنيه باوردر. ايوه يلا. يلا بعد الفاصل خليكم معانا.